السلام عليكم، من منا لا يعشق الحيوانات؟ أعتقد أنها لا توجد أشخاص تكره تلك الحيوانات، وأظنك تفكر الآن في الحيوانات الأليفة، ولكن لن أتحدث عن هذا، ففي هذا المقطع سنتحدث عن حيوانات متوحشة أو طيور أو أسماك لسبب ما سخيف تم العثور عليهم متجمدين في الثلج، وبالنسبة للبعض سيكون هذا مزعجا، لهذا أنصحك بالاسترخاء جيدا واستعد لمشاهدة 6 حيوانات تم العثور عليها متجمدة في الجليد. سادسا، السمك. التقطت هذه الصورة المدهشة بواسطة الأخوين أنطونيو وبابيتش أثناء رحلة صيد شتوية في بحيرة تقع بأمريكا الشمالية، عندما وجدوا تلك السمكة المتجمدة في الجليد وفي فمها فريستها. وبإمكانك أن تتخيل بعدما قاموا بالتصوير ونشر تلك الصور على شبكات التواصل الاجتماعي، البعض منهم لم يصدق أن تلك الصورة واعتبروا أنها معدلة على الفوتوشوب، لهذا قرر الأخوين الذهاب مرة أخرى ووجدوا أسماكا أخرى مجمدة في تلك البحيرة، وقاموا بتسجيل مقطع فيديو كدليل على كلامهم. خامسا، الحصان. ما ستشاهده الآن أمرا مفاجئا حقا، ففي يوم ما استطاعت الشرطة الكازغستانية العثور على العديد من رؤوس ماشية مجمدة على سطح بحيرة تبعد 12 كيلومترا من قرية سيدراتي. فعادة ما كان يرسل رجال المزارع قطيعا من الحيوانات للعلاج ثم العودة مرة أخرى دون أي إصابات، ولكن في يوم ما لم يعودوا إلى مكانهم، فافترض رجال المزارع أن تلك الحيوانات تم اختطافها للبيع، ولكن حقيقة اختفاء 42 حصانا لم تكتشف إلا بعد 6 أشهر. أثناء دورية التفتيش وجدت الشرطة تلك الرؤوس مجمدة في الجليد حتى الموت. بالطبع يبدو مشهدا مرعبا وغامضا. رابعا، الضفادع. التقطت صورة هذه الحيوان في بحيرة مجمدة بالنرويج بعدما عثر عليها إحدى هواة رياضة التزلج على الجليد، ولم يستطع تفسير هذا، ولكن من المعروف أن تلك الضفادع لن تموت في الجليد، فلديهم قدرة على العودة للحياة. ثالثا، طائر النورس. في 7 من فبراير لعام 2013 أثناء دورة للشرطة المائية الألمانية تم العثور على طائر نورس متواجد فوق كتلة جليدية، وبعدما اقترب المركب من تلك الكتلة الجليدية ظهر هذا النورس وكأنه منزعج وقلق ولم يقدر على الطيران. بالطبع تصرف غريب، فباستخدام المنظار اكتشف أن هذا النورس مجمد من أطراف قدميها، لهذا ذهبوا لمساعدة هذا الطائر المسكين وقاموا بقطع هذا الجزء المجمد، وأخذوا الطائر إلى غرفة الصيانة بالمركب. بعد ذلك قاموا بتدفئة الطائر حتى أدى إلى ذوبان لكتلة جليدية بعد عدة ساعات، ثم قاموا بعنايته جيدا. وتلك القصة تبين لنا مدى الرحمة واهتمام الأشخاص لإنقاذ تلك الحيوانات المسكينة. ثانيا، القطة. تم العثور على تلك القطة من قبل زوجين بعدما وجدوها أسفل السيارة بالقرب من منزلهم الخاص، لهذا قاموا بإحضار مياه ساخنة لإنقاذ هذا القط، فلم يكن يقدر على تحريك قدميها، ولكن الآن تم إنقاذه وأصبح حرا وقرروا رعايته في منزلهم. أولا، الثعلب. كان هذا الثعلب أقل حظا من القط السابق، تم نشر هذه الصور على الإنترنت تحت توقيع فيلم العصر الجليدية، وربما حاول المؤلف المزح قليلا، ولكن في رأيي هذا ليس جانبا مضحكا، فمنذ نشر تلك الصور لم يفسر أي شخص هل هذا الحيوان ما زال على قيد الحياة أم لا. فإذا استخدم المصور حيوانا ضخما بهذا الشكل للحصول على تأثيرا أكثر جذبا فأعتقد أن حظه كان سيئا، فبالتأكيد وقع الثعلب في هذا الفخ بسببه، ولكن لن نقول هذا، فربما كانت الطبيعة أقوى من تفكير الإنسان في هذه المرة. ما تعتقد أنت عن تلك الصورة؟ إن عجبك هذا الفيديو قم بضغط زر اللايك واشترك في القناة لدعمنا، ونستمر في نشر المزيد إن شاء الله. إلى اللقاء.